رمزيا دلوقتي. كابتن هشام اهلا وسهلا بيك، منورنا. اهلا وسهلا هاني بيه، ازيك يا كابتن هاني؟ زي الفل، منور الدنيا كلها. الله يخليك. ببارك لك على كذا حاجه. هبدا الاول بفوزك بمنصب نائب رئيس مجلس اداره نادي الزمالك في الانتخابات يوم الجمعه. الحمد لله، الله يبارك فيك. كان وشك حلو عليا. شكرا. ليه وشي كان حلو؟ بصراحه انت عملت معايا لقاء كويس جدا، طلعت مني حاجات كتيره واثرت في راي الجمعيه العموميه بصراحه يعني. ممتاز، وطبعا ده بيبقى ساعتها بمجهود حضرتك يعني واجابات حضرتك، وطبعا رؤيه الجمعيه العموميه بنعمل شغلنا مش اكتر. لكن انا سعيد في النهايه بانه الجمعيه العموميه اختارت اشخاص محترمين منهم حضرتك. كابتن هشام، منصب مؤثر وجه بعد صراع، ويمكن الصراع الاشرس بحسب النتيجه كان على مستوى منصب نائب رئيس مجلس الاداره بالتنافس بينك وبين الاستاذ هاني العتال. شفت ازاي ده؟ وبتشوف ازاي المرحلة الجديدة اللي النهاردة رسميا اصبحت على ارض الواقع مجلس ادارة نادي الزمالك؟ هو اتوقع ان انا كان انا الوحيد اللي عندي انتخابات بدليل ارقام الاصوات، ما شاء الله كل اصدقائي في القائمه كلهم كسبوا باي فار يعني. انا الوحيد اللي كان عندي انتخابات الحمد لله قويه جدا مع اخويا وصديقي هاني العتال، وخلصت بشرف ونزاهه بدليل ان الفرق كان 400 صوت بس تقريبا يعني، مظبوط. فكانت معركه قويه. لكن احنا الاثنين اعتقد هو صرح هذا التصريح وانا صرحت نفس التصريح ان احنا بعد الانتخابات اللي مش هيوافق هيبقى زي اللي وفق يعني في خدمه نادي الزمالك. اكيد هنحاول نخدم النادي كل واحد بطريقته وباسلوبه، فانا منتظر منه كتير ان شاء الله. ممتاز، هرجع للزمالك مرة تانية، لكن الأول بقى أروح لحكم المحكمة الرياضية النهاردة بإلغاء قرار الإيقاف اللي صدر بحق حضرتك كرئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. شفت إزاي القرار ده؟ وأنا لسه بتكلم عن الفيديو اللي ذعناه إنه في مشية المنتصر بينما تجيب على أسئلة الصحفيين. هو رد اعتبار من المقام الأول بعد قصة كفاح كبيرة جدا جدا يعني. كنت اتمنى ان رد الاعتبار ده يحصل من هنا من بلدي، مش من ملجاش الاعلى محكمه في الدنيا الكاس عشان اخد حقي، لا، لان اعتقد مفيش حد في الوسط الرياضي الا وعارف الحقيقه. فالحمد لله يعني بعد طول وقت يعني ترد ليا ولاعضاء مجلس الاداره اعتبارهم، ودلوقتي هم المفروض يرجعوا يديروا الاتحاد لمده السنه اللي هم توقفوا فيها ديت. وده حق ليهم لانهم كانوا احسن اتحاد بشهاده الدكتور حسن نفسه. فيعني ده حقهم ويرد اعتبار ليهم. حقهم وحقك. وحقي، مظبوط. اذا بما اننا في الخطوه اللي قبل ما تاخد حقك رسميا بانك تصبح رئيسا لاتحاد كره اليد، هعيد السؤال اللي اتسالته حضرتك في الفيديو اللي ذعناه، اذا خيرت هتختار ايه؟ والله أنا الأول يهمني جدا رد الاعتبار، وأعتقد إن أنت عارف أنا هختار إيه. بما إنك بتقول إن عارف، هقول اللي أنا متوقعه. أيوه، اختيار أيوة. الزمالك. ده البيت الكبير يعني، والواحد الحمد لله حقق إنجازات كبيرة جدا في الاتحاد. وأعتقد في ناس دلوقتي يعني الواحد ما يحبش إن هو يعني يتعامل معاها تاني بعد اللي صدر منه يعني للأسف الشديد.